اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، متابعه على مدار الساعه للمشهد الانتخابي والمرحله الثانيه من انتخابات مجلس النواب واليوم الثاني والاخير، ساعات قليله متبقيه على اغلاق صناديق الانتخاب. هذا طبعا بالتاكيد باستثناء ما سيتم من اعادات بين بعض المرشحين في المحافظات. بكل تاكيد هناك قيمه اقتصادية هامة وانعكاسات لإتمام انتخابات غرفتي التشريع في مصر، مجلس الشيوخ وباكتمال الغرفة الثانية مجلس النواب. بالتأكيد كل هذه النتائج ستنعكس على أداء الاقتصاد المصري وعلى ما ينتظر من تشريعات من شأنها تيسير الكثير والكثير من الإجراءات الاقتصادية، وأيضا مخرجات اقتصادية وتشريعات وقرارات وقوانين تنتظر على يد غرفتي التشريع مجلس الشيوخ ومجلس النواب. هناك إشادات دولية من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمؤسسات المعنية بالتقييمات الاقتصادية، عديد هذه التقييمات التي صدرت بشأن الاقتصاد المصري على مدار الفترة السابقة. كل ما صدر من هذه المؤسسات المالية كان واعدا بأن الاقتصاد المصري على قدم وساق. سؤالات كثيرة حول ما سينجز في المرحلة القادمة على يد غرفتي التشريع مجلس الشيوخ ومجلس النواب، سنعرضها على ضيفتنا في حلقة اليوم الأستاذ عصمت ياسين الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال المحلل الفني. أهلا بحضرتك أستاذ عصمت. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الحقيقة في المقدمة احنا طبعا كنا بننتظر اتمام انتخابات اجراء انتخابات مجلس النواب بعد اتمام ونجاح انتخابات مجلس الشيوخ. هناك حقيقة رؤى كثيرة وترقبات وتوقعات كثيرة لان تكون كل من الغرفتين داعمة لاداء الاقتصاد المصري والاستفادة واستثمار الاصلاحات الاقتصادية اللي تمت في 2016، وايضا انجاز المزيد والمزيد من القرارات على مسار طريقة التنمية المستدامة. يعني كيف ترين هذا التأثير بشكل عام قبل أن نتطرق لتقارير مؤسسات النقد الدولي؟ صحيح أستاذ محمد، هو دلوقتي احنا نقول الحمد لله احنا في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، نقدر نقول مبروك للانتخابات ومبروك للحرية الرأي اللي ظهرت. احنا ننتظر من الغرفتين دول الكثير والكثير الحقيقة خلال الفترة اللي جاية. الحقبة الأولانية كانت بتشوبها بعض العراقيل لأن كنا لسه بصدد ان احنا بنجهز الدستور وكنا بنجهز بعض الأسس اللي هنبني عليها، نقدر نقول الدولة الحديثة اللي احنا فيها حاليا. الغرفتين حاليا دلوقتي احنا منتظرين منهم الكثير من قرارات، وخاصة بالضرائب، خاصة بسوق المال، خاصة بالبنوك، خاصة بحاجات كتير ان شاء الله يكونوا قد المسؤولية اللي هيكونوا عليها ان شاء الله. وده انعكس عليها الحقيقة عندنا في على القطاع الاقتصادي، وشوفنا ده بالإيجاب لان احنا دايما عندنا البورصة بتبقى مرآة الاقتصاد، الحركة الانتخابية والعجلة اللي بتتحرك بشكل سريع بالرغم من وجود كورونا وبالرغم من المحاذير، الا ان الموضوع كله مشي الحمد لله بسلام ونتمنى ان هو يكتمل بسلام، لان انعكس ده بالايجاب وشفنا ده بتاثير ايجابي على الجلسات السوق المصري. عندنا 4 جلسات متتاليه من الصعود وده بيبشرنا ان احنا ان شاء الله في ده على مستوى البورصه تحديدا. لكن لو عملنا عمليه تقييم بشكل عام استاذ عصمت، يعني وبصينا على ان المرحله من خلال على مدار العام يعني مع 2020 وبدايه ظهور وباء كورونا وانعكاساته وتداعياته السلبيه على مختلف دول العالم، لكن استطاعت مصر انها تحقق حاله من التوازن، وده بشهاده كثير من المحللين، مرورا وخروجا من هذه المرحلة آمنة وإن كانت تعطلت بعض المشاريع إلى حد ما. يعني صحيح. أليس هذا يعتبر قياس على أرض الواقع لنجاح الاستراتيجية الاقتصادية المسبقة اللي وضعت لمواجهة هذا الوباء؟ صحيح، زي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا بالفعل احنا كنا بصدد معدلات نمو اعلى من كده بكتير، الا ان جه وباء كورونا اللهم احفظنا منه يا رب. في الفتره المرحله الاولى حصل ركود تام في جميع الدول، احنا ما كناش نقدر نقول ان احنا ما كانش عندنا لوك داون كامل، احنا كان عندنا لوك داون جزئي، كان في بالرغم ان كان في لوك داون الا ان كان برضو عجله الاقتصاد كانت بتتحرك، التشييد والبناء كان على قدم وساق بالرغم ان كانت الملاحه كانت كلها متوقفه بشكل كامل، السياحه كانت متوقفه بشكل كامل، انما مثلا قطاع الرعايه الطبيه، المستشفيات، الدراسه توقفت، لكن في بعض القطاعات الاخرى. فاحنا نقدر نقول ان كان عندنا الاغلاق كان اغلاق جزئي، بدانا كنا نشوف بعض الركود، بدات ظهرت حزمه من المبادرات من الدوله ومن البنك المركزي لدعم الحركه الاقتصاديه في داخل الدوله وللمواطن المصري، بدا ده يحصل بعد ما كنا بنعاني من انسحاب قوي جدا
جدا للاستثمارات الاجنبيه من السوق المصري خلال شهر مارس، بدا يرجع تاني مع المبادرات البنك المركزي وخصوصا بنك الاهلي وبنك مصر ب 3 مليار، رجعت تاني شفنا تاني عوده للنشاط الاستثمارات الاجنبيه. احنا تقريبا احنا مسجلين 20 مليار دولار من شهر 5 لشهر اكتوبر، دي استثمارات الاجانب في اذون الخزانه والسندات. ده بيدي ان هم ادونا، ده اشاره انديكيت لينا ان احنا في ثقه في الاقتصاد في مصر، في ثقه في الاداء والمعدلات في الاداء وفي المناخ الاستثماري داخل الدوله المصريه. تمام. طيب قبل ما نتطرق لتفاصيل شهادات مؤسسات نقد الدوليه المختلفه ومؤسسات الائتمانيه لاداء الاقتصاد المصري، خلينا مع الساده المشاهدين، استاذ حضرتك والساده المشاهدين، نستعرض التقرير التالي حول مختلف التقارير التي صدرت عن مؤسسات الائتمان الدوليه والنقديه الماليه المختلفه حول اداء الاقتصاد المصري وثمار الاصلاحات، ونتناول هذا الامر مع ضيفتنا بعد متابعه التقرير التالي. تتوالى منذ فترة إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، كان آخرها قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى بي، مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري. وزارة المالية أكدت أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني، في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة كورونا وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل منتجة. وكالة بلومبرج الأمريكية توقعت من جانبها أيضا أن يواصل مناخ الأعمال في مصر أداءه القوي بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ 6 أعوام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مدعوما بزيادة مستويات الإنتاج ونمو الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى على مدار الأعوام الستة الماضية، مشيرة إلى نمو مؤشر مدير المشتريات والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 51.4 نقطة. مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية رفعت أيضا توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.4% خلال العام المالي الحالي 2020-2021، كما توقع دويتش بانك الألماني نموا بنسبة 3.5% خلال ذات العام. صندوق النقد الدولي رفع أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2% في شهر يونيو الماضي. من جانبه توقع البنك الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال العام المالي 2022-2023، ونمو الناتج المحلي العام الحالي بنسبة 3.5% خلال العام الحالي 2020-2021. شاهدنا تابعنا تقرير حول إشادات مؤسسات النقد والائتمان الدولية حول أداء الاقتصاد المصري، نواصل الاستفسارات حول هذه النتائج ودور مجلسي الشيوخ والنواب في استثمار هذه التقارير في المرحلة القادمة. يعني أستاذ عصمت، هنبتدي بمؤسسة مؤسسة نستعرضهم كده ونشوف إيه الدور اللي ممكن يقوم به مجلس الشيوخ أو مجلس النواب لاستثمار هذه الشهادات. على سبيل المثال بداية مؤسسة ستاندرد اند بورز ثبتت نظرتها المستقبلية المستقرة وعد مستوى بي، وشافت ان هذا الامر هو يعتبر جيد جدا بالنسبة لمناخ السندات والاستثمار وما الى ذلك. حضرتك ترجميه ازاي اقتصاديا مقارنة بالدول المحيطة بنا، مقارنة بان الوباء الكوفيد 19 كان مش بس عندنا، كان في جميع الدول. احنا قدرنا الحمد لله ان احنا نتعافى سريعا ونقدر نتحرك بسرعة ونقدر نعمل عملية جذب الاستثمارات الاجنبية مرة اخرى، فكانت النتيجة ان هم ادونا نظرة مستقرة خلال الفترة القادمة. رقم بي طبعا هو مش احسن حاجة، احنا لسه منتظرين احسن، الا اننا معنى كده ان احنا ما حصلش انهيار اقتصادي زي ما حصل في دول
دول تانية. لا احنا الحمد لله احنا على ثبات وعجلة الاقتصاد بتتحرك بشكل قوي، وده انعكس عندنا مع الاستثمارات الأجنبية ودخول الاستثمارات الأجنبية لداخل دائرة العمل تاني من منطلق السندات، من منطلق الاستثمارات على الأرض الواقع في المشاريع الجديدة المستحدثة في الكهرباء وتنمية الطاقة والتنمية المستدامة. يعني حتى إغلاقات الدول اللي احنا عمالين بنشهدها واحدة تلو الأخرى، ده رؤوس الأموال الساخنة والاستثمارية تأتي بقى هي المفروض في تنعكس، خصوصا مصر أيضا داخلة على استثمار في السندات الخضراء. تمام. فده ممكن يحصل زيادة في معدات استثمار في هذا الجانب تحديدا، ولا الاستثمار أيضا في البنية التحتية ومشروعات القومية وما إلى ذلك؟ والله هما الاثنين ماشيين مع بعض بنفس الخطى. أولا السندات الخضراء دي أول مرة تدخل فيها مصر، والحمد لله إنها دخلت فيها بعض المستثمرين بيبقوا مهتمين قوي بالبيئة ومهتمين بإن إحنا نزود الرقعة الخضراء وإن إحنا نهتم بعدم التلوث والحاجات دي والطاقة المتجددة. فكان طبيعي جدا إن وزارة المالية تقدر تبحث وإنها تصدر هذه السندات اللي هتبتدي إنها تمول في العاصمة الإدارية الخطوط الجديدة، وهتمول حاجات جديدة كتير خاصة بالبيئة وخاصة بالرقعة الخضراء في الدولة. تمام. فده جزء برضو بدأ يجذب لنا استثمارات جديدة من الاستثمارات الأجنبية، ده انعكس عندنا فعلا مع معدلات النمو ومع النظرة المستقبلية. يعني أولا أنا عايز أقول مبروك لمصر إن احنا تقريبا جميع الوكالات والمختصين في الاقتصاد ادونا نظرة إيجابية برغم إن العالم كله في عملية انكماش اقتصادي، تراجعات وتخوفات من انكماشات اقتصادية، وحاليا دلوقتي بتحصل مقارنة مع فترة الركود الاقتصادي في دلوقتي إن احنا مستوى العالم ككل، وإن هم قالوا كمان إن مستوى البطالة اللي زاد حاليا في الفترة الأخرانية مستحيل إن الوظائف دي هترجع تاني في الوقت اللي أنا لسه بفتح فيه عمل وبفتح فيه أماكن جديدة للعمل وبجتذب استثمارات جديدة. الحقيقة الحمد لله ده شيء مبشر الحمد لله جدا. خلينا نضم الكلام على بعضه والتقارير اللي تصدر دوليا على بعض. ستاندرد أند بورز قالت السندات وقالت الاستثمارات، وكانت بلومبرج الأمريكية شافت أن مناخ الأعمال في مصر في 2021 جيد جدا. ماذا يعني هذا، وكيف يستطيع مجلس التشريع مجلس النواب استثمار هذه الشهادة في التشريعات المقبلة والقرارات؟ لأن هو ما يتأخرش علينا في التشريعات. احنا مش عايزين اي تأخير في التشريعات، احنا عايزين فعلا كل القوانين اللي تم استحداثها في الفترة الأخرانية انها فعلا تتنفذ وتكون على ارض الواقع، علشان يبقى فعلا كلام يعني على مسمى وعلى الواقع، يكون كل ده بيتحرك بشكل قوي جدا. التحفيزات الضريبية لازم تتعمل، التيسير الكمي والنقدي لازم يتعمل، لازم ابتدي اخفض الطاقة عن المصانع علشان تبتدي ترجع تاني لعجلة عندها ونبتدي نرجع تاني معدلات التصدير الخاصه بينا. مناخ الاعمال لازم يتحرك وكلنا نتحرك مع بعض في ايد واحده. اللي هيكون منوط بكل ده هيكون هو مجلس الشعب ومجلس النواب ومجلس الشيوخ بالمسميات الجديده، هم المنوطين ان هم يحركوا لنا كل التشريعات الجديده اللي احنا منتظرينها وعدم التاخير فيها، علشان نبتدي ان احنا فعلا نتحرك ونجتذب الفرصه. تكون دي يعني احنا عايزين نقتنص الفرصه، ان العالم كله في تخوف ومن انكماش وكساد، احنا بننفتح لسه ولسه في عندنا استثمارات ولسه عندنا الارض بكر ولسه محتاج. يعني ممكن يتم عندنا بالفعل انجازات في فتره اذا ما حصل لا قدر الله اغلاقات على مستوى العالم احنا نتحرك هنا. طب خليني اضم تاني برضو شهاده مؤسسه فيتش اللي هي شايفه ان الناتج المحلي الاجمالي لمصر سيرتفع في نهايه 20 واستكمالا مع 21 ان شاء الله. هضم عليها شهاده صندوق النقد الدولي اللي بيرى ان معدلات الناتج الاجمالي وايضا قطاع الأعمال هو أيضا في نمو، وبيرى أن معدلات النمو هتكون مرتفعة برضو. هل شايف حضرتك أن هناك قرارات سريعة محتاج أنها تتخذ من غرفتي التشريع لتنمية والاستفادة واستغلال لهذا؟ الحقيقة أستاذ محمد أنا عايز أقول لحضرتك أن هذه كل الشهادات من كل بيوت الخبرة هي بترجم لي الخطى القوية قوي والخطوة اللي احنا أخذناها الفترة اللي فاتت في برنامج الإصلاح الاقتصادي. دي النتيجة اللي كنا منتظرينها منذ بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016. احنا كده مر علينا 4 سنين حاليا. تمام. 4 سنين دي النتائج اللي احنا كنا منتظرينها، ان احنا كل بيوت الخبرة انها تشيد بالاقتصاد وبتشيد بالمناخ الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر. احنا اتحركنا في جميع المجالات، منتظرين اكتر، منتظرين المزيد. نعم منتظرين المزيد، منتظرين بقيه القطاعات اللي حصل فيها بعض الكساد الفتره اللي فاتت انها تبتدي تتعافى وترجع تاني تشتغل. فرصتنا دلوقتي هي الفرصه حقيقيه، فرصه حقيقيه، لان لا زال لسه في انكماش ولا زال لسه في ركود خارجي، واحنا لسه بنفتح مصادر عمل جديده واستثمارات جديده. يعني زي ما هترجمها كده بالبساطه وبالعاميه، احنا ممكن نتصيد في هذه الفرصه. تمام. حصص
كثيرة في ظل غياب عالمي لأداء الاقتصاد. بالظبط. صح الترجمة كده؟ بالظبط. أولا العالم كله حاليا مشغول بأنه بيدور على العلاج وعلى المصل. احنا دلوقتي حاليا احنا مشغولين بحاجة تانية، احنا مشغولين بطاقة متجددة، بمحطات كهرباء نووية، مشغولين بالعاصمة، مشغولين بالمدن الجديدة، بنية تحتية متكاملة وبتكمل يعني، وما زلنا فيها ما توقفناش. تمام. في الدقيقة المتبقية برضو بنك الدولي شايف ان احنا معدلات النمو عندنا هترتفع. هو طبعا هي حصل تعطيل السنة فات نتيجة التأخرات، كنا بنستهدف 6%، احنا دلوقتي هندور على 5.8% الفترة اللي جاية. مش قوي الحمد لله. تمام. خلينا نتكلم على دور القطاع الخاص وإمكانية الاستثمارات المحلية والداخلية والشراكات مع دور مع القطاع العام في تحقيق معدل نمو يفوق المتوقع. احنا دايما كنا بنتجاوزه، فعل السنه اللي فاتت تجاوزناه واللي قبلها. اتفضل. الحقيقه احنا عايزين القطاع الخاص شويه يبتدي ياخد يعني بوش اب شويه كده، لان كان كل التركيز الفتره اللي فاتت كان على القطاع الحكومي وعلى الحكومه خاصه. القطاع الخاص نقدر نقول ان هو كان في حاله، يعني بلاش نقول انكماش، هو كان في حاله هدوء او تراجع شويه، تخوف ضبابيه يعني. بالظبط. كان في ضبابيه، ما كانش عارف الخطوه الجايه هتكون ايه. احنا دلوقتي ظهرت قدامنا ان الخطوه الجديده هي خطوه قويه وخطوه ثابته في الارض، فاحنا منتظرين من القطاع الخاص ان هو يبتدي يتحرك والدوله تبتدي تنسحب شويه شويه عشان تدي له الفرصه ان هو يبتدي يتحرك اقوى وبيبتدي ان هو يستفيد من هذه المعدلات ومن الاستثمارات الاجنبيه القادمه لمصر ان شاء الله. طيب هل هناك امتيازات منتظره من مجلس الشيوخ ومجلس النواب تقدم للقطاع الخاص ومزيد من الشراكات والإتاحة وتطمئن القطاع الخاص على ان مناخ الاعمال الداخلي بحسب المؤسسات الدولية هو مناخ اعمال هو جاذب مش طارد؟ جاذب. احنا منتظرين ان مناخ الاعمال في مصر يستمر ان هو يكون جاذب للاستثمارات المحلية قبل الاجنبية وغير طارد لهذه الاستثمارات. بمجلس الشيوخ ومجلس النواب نقدر نقول لهم مبروك المرحلة الجديدة، منتظرين منهم نعم منتظرين منهم الكثير والكثير، منتظرين منهم انهم ينزلوا الارض الواقع ويلمسوا فعلا المشاكل بتاعتنا اول باول من خلال برامجكم، من خلال كل حاجه، ان هم يبداوا يعرفوا ايه المشاكل ويبداوا يتحلوا فيها اول باول. يعني انا هاخد مثل بسيط قوي، عندنا اداره البورصه عندنا في مصر اول ما اتحركت الاداره الاخيره بدات انها بتلمس كل بترمومتر كده، مسكت كل الاخبار وكل المشاكل وبترجم ده لقرارات وبترجموا القرارات يعني. احنا بدانا فعلا نستفيد منها خلال الفتره. هو وقتنا انتهى. استاذ عصمت ياسين المحلل الفني وخبير اسواق المال خبير اقتصادي، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه التوضيحات، وان شاء الله ننتظر كثير من تحقيق الآمال في الفترة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. شاهدينا الكرام، كان هذا تحليلا للدور الذي من الممكن أن يعول على مجلس النواب في المرحلة القادمة. فولو حدث انغلاقات على مستوى الأسواق العالمية والاقتصادات العالمية، إلا أن الاقتصاد المصري لا يتوقف، وبالفعل أرض الواقع والشهادات الدولية تؤكد أن مصر تستطيع. إلى اللقاء، متابعة قناة نيل الأخبار لأداء الانتخابات البرلمانية اليوم الثاني، مرحلة الثانية مستمرة، تابعوا معنا، دمتم في أمان الله.